وصفة اليوم: حساء القرع الأخضر أو الدباء. حساء صحي لذيذ، ولا يخفى عليكم فوائد الدباء الأخضر المتعددة على الجسم. بالإضافة إلى هذه الفوائد، سوف أعد الحساء بطريقة صحية أكثر لتصبح وجبة كاملة. وهذه مكونات هذه الوصفة: لدي قرع أخضر طويل بلون أخضر فاتح. يمكن أن يتواجد القرع الأخضر أيضا باللون الأخضر الداكن أو على شكل خطوط طويلة، ولها سطح ملمس ناعم وبدون تجاعدات كالقرع المر. قم بتقطيع الدباء الطويلة إلى أقسام ليسهل التعامل معها، كما قم بالتخلص من الجلد الغامق والمبقع، واحتفظ بباقي الجلد والسطح الملمس الناعم لأنها لا تختلف عن الكوسة في أنها تمتلك قشرة خضراء رقيقة. إذا كان اللب جاف تحتوي على بذور جافة فالأفضل التخلص من اللب. أما إذا كان اللب طري ناعم فيمكن الاحتفاظ به. لكني فضلت التخلص من اللب لأنه يحتفظ بحرارة ماء الحساء الساخن، ويمكن أن يلسع اللسان من حرارتها أثناء الأكل. كما فعلت ذلك في حساء الخيار والبطيخ، فقم بالتخلص من لب الخيار وهذا اختياري. قطع الدباء كما تحب حلقات أو قطع متوسطة الحجم. لنقوم بتحضير المطيبات والأعشاب الداخلة في مكونات الحساء. لدي عشب ليمون، قمت بتقطيعه إلى شرائح رقيقة ليسهل دقه وفرمه لأنه يتكون من ألياف نباتية. كذلك الخلنجان بعد تقشيره تقطع إلى شرائح رقيقة صغيرة ليسهل دقه وفرمه لأنه يشبه الجذر الخشبي. أما البصل فقمت بتقطيعه كذلك إلى قطع متوسطة، وكذلك الثوم. وضعت كذلك بعض الفلفل الأحمر المجفف أو الطازج وكما تحب. والآن قم بدق الأعشاب والمطيبات السابقة في الهاون أو استخدم الخلاط فود بروسيسور. لكن الطعام التايلاندي التقليدي
يستخدم الهاون لدق المكونات للحصول على بعض القطع الصغيرة المكونة للمعجون والتي تظهر في الحساء. وضعت أيضا ثلاث قطع من جذور الكزبرة الطازجة أو المجففة في قائمة أطباق الخضروات، طريقة لجمع جذور الكزبرة والأعشاب العطرية. قم بتقطيع الجذر بعد غسلها جيدا لتسهيل الفرم. يمكن استبدال جذور الكزبرة بسيقان الكزبرة. كذلك أضفت ورق الكافير لايم وقطعتها إلى شرائح رقيقة يسهل الدق والفرم. ثم قم بدق هذه الجذور والأوراق حتى أحصل على معجون الأعشاب والمطيبات المكونة للحساء. وفي المطبخ التايلاندي يكثر استخدام جذور الكزبرة والأعشاب العطرية في صنع معجون الكاري أو معجون الحساء لأنها تضفي رائحة عطرة في الوصفة. وهناك مكونات أخرى داخلة في الوصفة. في قدر الطبخ وعلى نار متوسطة وضعت قليل من الماء تغطي سطح القدر. اترك الماء تغلي من الأطراف، ثم ضع كمية اللحم المفروم واتركه ينضج مع كمية الماء المغلي لأجل استخراج الدهن الطبيعي الموجود في اللحم. قم بتقليب اللحم المفروم قليلا ثم غط القدر واتركه على نار هادئة. بعد دقائق قم بتقليب اللحم وانتظر حتى تنشف الماء قليلا ويظهر الدهن على السطح. ثم ضع معجون الأعشاب والمطيبات المحضرة سابقا. قلب المعجون مع اللحم واتركه يتسبك مع اللحم دقائق. ثم ضع ماء كافي لتكوين المرق. أضف القرع الأخضر أو الدباء وقلبه في المرق. بإمكانك الاكتفاء بطعم مرق اللحم المفروم أو أن تزيد في الطعم بإضافة مسحوق مرق الدجاج. غطي القدر واتركه دقائق حتى تستوي قطع الدباء الأخضر. تذوق الطعم إن احتاج إلى بعض الملح. الوصفة جاهزة، أضعها في وعاء التقديم.
يمكنك أن تزيد من كمية حرارة الفلفل إذا قمت بإضافة زيت الفلفل الأحمر عند التقديم.